اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد هنتكلم فيه طبعا عن متابعتنا المستمرة لزلزال المغرب. طبعا العزاء لكل اهل المغرب والشفاء العاجل لكل المصابين، ونتمنى ان شاء الله ان هم يلاقوا اكبر قدر ممكن من الناس الموجودة تحت الانقاض بخير وبسلام. واحنا عارفين اللي حصل ده كان صعب جدا علينا كلنا، مش انتوا بس، لا الموضوع كان بجد مؤلم بالنسبة لينا كلنا. ربنا معاكم ان شاء الله، والموضوع يعدي على خير، وقلوبنا معاكم وقلوب العالم كله، حتى العالم كله ان كان الدول الغربية والغير غربية وكله بيتكلم عن هذا الزلزال لانه زلزال مؤسف. تنعرف مع بعض اخر التطورات، ولكن قبل ما نبدا بفكركم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين معانا اول خبر من حوالي 29 دقيقه لسه نازل على موقع سكاي نيوز عن قصص عائلات نجت واخرى قضت تحت الرقام، وفي كمان اخر التطورات. شيئا فشيئا بدأت تتكشف المآسي التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة والسبت، وأودى بحياة 1037 شخص. العدد كبر من كان 800 وحاجة، دلوقتي بقى 1037، ولسه الأعداد الرسمية لسه ما نعرفش وصلت لغاية فين، يعني ده آخر رقم لغاية دلوقتي قالوه وفق أحدث الأرقام الرسمية. وكانت أكثر المناطق تضررا من جراء الزلزال الذي ضرب وسط المغرب المناطق الجبلية، حيث تنتشر القرى النائية، ومن بين هذه القرى أمزميز القريبة من مركز الزلزال، حيث رفع عمال الإنقاذ الأنقاذ بأيديهم العارية. ما عندهمش آلات، مش عارفين، فيش حاجة عارفة توصل لهم، وهي دي المأساة، إن الأماكن اللي حصل فيها الزلزال في مناطق نائية في وسط الجبال، محدش عارف يوصل لهم، محدش عارف يساعدهم. على قد ما بيقدروا الجيش بيوصل، على قد المساعدات بيحاولوا بقدر الامكان، ولكن كل الحاجات دي بتعطل برضو الموضوع. ومن بين هذه القرى زمنا أمازيز، ودي قرية جبلية، وقال ساكن اسمه محمد: عندما شعرت بالأرض تهتز تحت قدمي وبالمنزل يميل، أسرعت لإخراج أطفالي، لكن جيراني لم يتمكنوا من ذلك. للأسف لم يعثر على أحد على قيد الحياة في تلك العائلة اللي هم جيرانه. تم العثور على الأب والابن ميتين، ولا يزالون يبحثون عن الأم والابنة. ووقف نحو 20 شخص بينهم رجال أطفاء وجنود يرتدون الزي العسكري فوق أنقاض منزل في أمزميز، وحاولوا إزالة الأنقاض بينما برزت قطع السجاد والأساس من فجوات بين الأرضيات الخرسانية المنهارة. وقال منتصر إتري أحد سكان قرية إسني الجبلية القريبة من مركز الزلزال: إن معظم المنازل هناك تضررت، جيراننا تحت الأنقاض، وبيعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتاحة في القرية. وفي غرب المغرب وتحديدا بالقرب من تارودانت، قال المدرس حميد أفكار إنه فر من منزله وشعر بهزات ارتدادية عقبة الزلزال، واهتزت الأرض لمدة 20 ثانية تقريبا، الأبواب فتحت وقفلت من تلقاء نفسها عندما نزلت من الطابق الثاني للطابق السفلي. ووصف السكان في مراكش مشاهد مأساوية لفارين يبحثون عن ملاذ آمن. وقال جهر محمد أحد سكان المدينة القديمة: ما زلت لا أستطيع النوم في المنزل بسبب الصدمة، وأيضا لأن البلدة قديمة بتتألف من منازل قديمة، إذا سقط أحدها فستسبب في انهيار غيره. يعني حتى بعد ما الزلزال خلص الناس مش عارفة ترجع بيوتها، خصوصا عندهم بيوت قديمة، خايفين يكون الزلزال أثر فيها، وأي هزة ارتدادية خفيفة ممكن تيجي فيما بعد راح منزلها البيت، وممكن كمان البيت اللي ينزل ده ياخد البيوت التانية اللي معاه. فمأساة، الناس مش عارفة تروح بيوتها إلا لما تتأكد إن البيت ينفع يعني الواحد يقعد فيه، فدي مصيبة. تاني خبر برضو على موقع سكاي نيوز لسه نازل من شوية عن كارثة الزلزال، ودي صورة من البيوت المنهارة في المغرب، حاجة صعبة جدا، فجاعة الحوز. نسمع بقى الكلام ده لانه مهم جدا جدا، ان الزلزال اللي حصل ده بيقولوا قريب من الزلزال اللي حصل سنة 1960. فالراجل ده بقى بيقول كلام مهم او بيقول محمد الزحيمي المتخصص في علم الجيولوجيا والمياه الجوفية
ان اهتمام المغرب اتجه تدريجيا منذ الزلزال المدمر اللي عاشته مدينة اكادير في 1960 وبعدها زلزال الحسيمة المغرب نحو تعزيز منظومة البناء المقاوم والمضاد للزلازل. بس المشكلة بقى ان المناطق اللي تعرضت للزلزال النهاردة في المغرب لم تكن تندرج ضمن هذه المنظومة. وعلى فكرة خدوا بالكم منظمة الصحة العالمية لسه منزلة اهو ان 300,000 شخص اتضرروا من الزلزال، ومصادر رسمية بتقول انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بسبب الزلزال، ده لسه نازل دلوقتي كخبر عاجل. وايضا تعرض مواقع تاريخية في المغرب لأضرار بسبب الزلزال. نرجع بقى للكلام المتخصص، قال كمان هذا الرجل ان المناطق اللي تعرضت للزلازل بتشهد بناء عشوائي، يعني مش مبني على اسس بقى بنا وخرسانة واساسات تستحمل الكلام ده، بنا عشوائي جدا، فعشان كده يعني ما قدرتش تصمد امام الزلزال وهو قوي اصلا. وشدد على ان مركز الزلزال مساء الجمعة يقع على نفس الخط من زلزال اغادير، لكن الاختلاف ما بينهم بيكمن في كون مركز الهزة الارضية الاخيرة اللي تسجلت في منطقة جبلية بعيدا عن وسط المدينة. وفي كلام بيتقال ان لو فعلا حصل المكان في مراكش كان الموضوع هيبقى اصعب من اللي احنا شفناه ده بكتير. وبيشير الى ان الحدة اللي ضرب بها الزلزال والتي بلغت 7 درجات على سلم ريختر هي قوية جدا ومدمرة، مما يفسر حجم الخسائر في المدن مثل مراكش واغادير القريبتين من بؤرة الزلزال، مؤكدا ان بؤرة الزلزال لو كانت في وسط مراكش كانت هتدمر المدينة كلها. يعني لحسن الحظ برضو ان المناطق دي على قد ما هي رخمة انها في مناطق جبلية محدش عارف يوصل لهم عشان ينقذهم، على قد ما هم لو كانوا في مناطق عادية مش جبلية برضو كان الزلزال اثر عليهم بشكل اكبر من كده 100 مرة. كمان في خبر تاني مهم جدا على موقع سكاي نيوز عن الذي يحدث الان عن موقف الجزائر. الحقيقة الجزائر تحترم النهاردة، فتحت المجال الجوي للمساعدات، كلنا عارفين بسبب المشاكل اللي كانت ما بين المغرب والجزائر كانت الجزائر قافلة المجال الجوي على المغرب، لكن النهاردة فتحته علشان الطيارات المساعدات تقدر توصل للمغرب. واعلنت بيان مهم جدا، اعلنت الجزائر السبت فتح مجالها الجوي امام الرحلات الجوية لنقل المساعدات الانسانية الى المغرب اثر الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد. وذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان الرئاسة الجزائرية اصدرت بيان اثر زلزال المغرب لفتح المجال الجوي وابداء الاستعداد للمساعدة، اللي هم يعني انتوا محتاجين مننا حاجة يا اهل المغرب احنا مستعدين ان احنا ندلكوا اللي انتوا عايزينه. وجاء في البيان ان السلطات الجزائرية العليا قررت فتح المجال علشان يقدروا المساعدات تتنقل، وطبعا غير الجرحى والمصابين والحاجات دي كلها. واضافت ان الجزائر بتبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية للمغرب ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية اثر الزلزال العنيف الذي ضرب هذا البلد. وعلى اثر الزلزال العنيف الذي اصاب مناطق من المملكة المغربية ابدت السلطات الجزائرية العليا استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات. امتى بقى؟ وذلك في حال طلب او طلبت المملكة المغربية ده، يعني احنا مستعدين نديكم اللي انتوا عايزينه، ولكن برضو في حتة ان هم مستنين ان المغرب تطلب منهم المساعدة علشان يقدروا ينقلوها، فبرضو عشان بسبب التوتر اللي حاصل، ولكن هم على اشد الاستعداد وفي كل حاجة. وحسن المبادرة كانت باينة بفتح المجال الجوي، فدي حاجة كويسة جدا برضو. وعلى فكرة التعليقات انا قريتها، تعليقات الاخوات الجزائريين لاهلنا في المغرب كلها كانت تعليقات مناسبة ومحترمة، وكل اهل الجزائر على فكرة متضايقين من اللي حصل، ان الزلزال كان صعب جدا. زي ما انا قلت لكم الناس نسيت السياسة، الناس بتتكلم على اللي بيحصل في المغرب كقضية انسانية وكارثية، ملناش دعوة بسياسة الشعوب وسياسة الحكومات، قصدي خلينا في الشعوب نفسها، احنا كلنا من اصول واحدة مع بعض
وزعلانين عليكم زعل شديد جدا 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 يا أهل المغرب فوق ما تتصوروا. كمان في كلام تاني عن مصادر مغربية بتقول ده في العاجل أو زي ما انتم شايفين تحت، هناك تضامن شعبي كبير لمساعدة المتضررين من الزلازل، وهناك عدد كبير من المواطنين بيتوافدوا إلى مراكز التبرع بالدم لمساعدة المصابين، وهناك بعض المناطق الجبلية للأسف انقطعت عنها الاتصالات بعد الزلزال، محدش عارف عنها حاجة. وهناك برضو كلام كتير جدا عن هذا الموضوع، ولسه بينزل أخبار عاجلة زي ما انتم شايفين تحت في المكان الأصفر. والجيش اللبناني بيدعو الأطراف لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة. للأسف الاشتباكات لسه متواصلة، وهنبتدي نتكلم عنها بس خلال هذا الفيديو. في خبر كمان بخصوص أهل المغرب، الزلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة أندونيسيا. زي ما انتم شايفين الزلازل مش على المغرب وبس، من دقيقتين فقط في زلزال حصل في أندونيسيا درجته 6 درجات، وده برضو مش زلزال قليل. لغاية دلوقتي محدش عارف عدد الضحايا أو الخسائر، ولكن نزل الخبر كإفادة بأن في زلزال حصل في دلوقتي في أندونيسيا. ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات تقريبا السبت شبه جزيرة ميناهاسا في أندونيسيا. وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن في زلزال بقوة 5.9 أو 6 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي في شرق أندونيسيا وفق رويترز. وأضاف إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو، عشان كده بقول لكم الزلزال ده أكيد عمل حاجة، لأنه ده العمق بتاعه قليل. ولغاية دلوقتي مفيش أي معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر، وبتضم شبه الجزيرة اللي حصل فيها الزلزال بأكثر البراكين أندونيسيا نشاطا، وبتتعرض سولاويسي باستمرار لوقوع الزلازل نظرا لوقوعها داخل منطقة التفاعل المعقدة بين الصفائح التكتونية، وكان آخر زلزال وقع فيها في أواخر فبراير الماضي. فده برضو حاجة مهمة جدا. الخبر بعد كده بقى هو انتشاره كالنار في الهشيم عن العالم الهولندي يعود للواجهة بتحذير مرعب سابق. الرجل اتكلم عن هذا الموضوع وهنعرف ازاي. تصدر من جديد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجر بيتس العديد من المواقع، حيث حذر قبل ايام عبر منصة اكس من وقوع هزات قوية من 5 ل7 من الشهر الجاري، يعني قال هتحصل في زلازل في 5 و7 و9. وقبل ايام غرد العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس عبر منصة اكس: اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشترى واورانوس، وفي 6 سبتمبر حدث تقارب اخر مع عطارد والزهرة، متوقعا ان هتحصل مجموعة من الهزات القوية قريبة بين 5 و7 و9. وبالفعل هو مفيش النهاردة 8 تقريبا 9. وسبق ان حذر هوجر بيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمر او زلازل مدمرة، ابرزها طبعا الزلزال المدمر اللي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف اكثر من 50,000 قتيل وعشرات الالاف من الجرحى. استوقع حدوث ذلك الزلزال المدمر قبلها ب3 ايام، وفيما يصر العلماء على عدم امكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الارضية. وهو ده المنظر الكوكبي او الدراسة اللي هو بيقول عليها بسبب الاقترانات دي كلها على الارض حصل بيقول زلزال المغرب. وده طبعا على حسب كلامه قال من 5 ل7، والزلزال بالفعل حصل يوم 8/9، يعني بعدها بيوم على طول. اخر خبر معانا بقى عن لبنان واللي بيحصل في لبنان. 3 قتلى عصيرة الاشتباكات الدامية داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان. للأسف العرب يعني عمالين يضربوا في بعض ويموتوا في بعض، يعني حاجة يعني تزعل. قتل 3 أشخاص اليوم السبت 9/9 في اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من مدينة صيدا في جنوب لبنان، حيث تدور اشتباكات منذ مساء الخميس بين حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة. وده منظر الضرب هناك. وبعد ليلة هادئة نسبيا تجددت الاشتباكات السبت النهاردة، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم مدني داخل المخيم ملوش دعوة خالص باللي بيحصل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وكان 13 شخص
معذرة 13 شخص قد لقوا حتفهم خلال اشتباكات مماثلة دامت لمدة 5 أيام بدأت انطلاقا من 29 يوليو اللي فات. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام إن حدة الاشتباكات تصاعدت في مخيم عين الحلوة ظهرا في غرب المخيم، وسرعان ما امتدت إلى المحاور التقليدية في البركسات والطوارئ والبستان اليهودي، واستخدم خلالها طرفي النزاع حركة فتح والمجموعات المتشددة، الرشاشات والقذائف الصاروخية وأسلحة القنص التي طاولت أماكن بعيدة عن محاور القتال وصولا إلى مدينة صيدا، حيث أصيبت سيارة بشظايا صاروخية عند الطرف الجنوب الغرب للمدينة وسقط جريح، فيما سجل مقتل شادي عيسى في حي حطين وجرح حوالي 7 آخرين. كما قالت أن الرصاص الطائش طال حزبة صيدا غرب المخيم، وأصيب عامل مصري برصاصة في رجله، وعملت سيارة إسعاف على نقل المستشفى للمعالجة، في حين أصيب 2 وقتل آخر برصاصة طايشة في منطقة الغازية ونقلت جثته إلى مستشفى الراعي في صيدا. كما نقل مستشفى حكومي مجاور للمخيم جميع مرضى المؤسسات أخرى بسبب الخطر، على ما أفاد به مدير أحمد الصمدي لوكالة فرانس بريس. وبيعتبر مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يقطن فيه أكثر من 54,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، وانضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا، كما يعرف بإيواء مجموعات إسلامية متشددة، وغالبا ما يشهد عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصا بين الفصائل الفلسطينية وهذه المجموعات المتشددة. يجدر بالذكر أنه لا يسمح للقوى الأمنية اللبنانية دخول المخيمات بموجب اتفاق ضمني بين منطقة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة. طبعا خبر أليم برضو عن اللي بيحصل في لبنان وبين العرب وبعضهم. نتمنى ان الاشتباكات تتحل، ان شايفين الدمار والخراب اللي محاصل في البلد، وان شاء الله المصابين يعني ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل، وطبعا قلبنا مع اهل المغرب. بكده نكون انتهينا من الفيديو، شكرا لحضراتكم، ودايما تابعوا معانا القناة في متابعة مستمرة لاخر الاخبار اللي بتحصل حاليا في المغرب ودول العالم. شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم اختكم مريم.